ولا حد. وتفتكر ابو لجلاء طول في القران يا حاج كويس، طول في القران هيجي نص نص ساعه قران على الاقل 40 ساعه. وجاء بسيارته وكانت مفاجأة لأني
لم أره منذ 3 أعوام. حفظه الله لوالده وأكرم والده وحضرة العمدة الأستاذ زكريا باعتبار ما سيكون إن شاء الله. والفاتحة ربنا إن شاء الله يوفق ويعطي للناس من يمثلونهم إن شاء الله. وسلامي لآل الصباح كبيرا وصغيرا. والحاج عبد المعبود الشيخ عبد المعبود تعالى عشان ايه استاذ فكري بقى يسمع كلمتين قران وتتبع بينه. انا يعني عاوز بس انا عايز ايه ان هو يسمعك اسمعك يا استاذ فكري وسامي بن علي. تعالى ابا اقرا بالنص انا عايز اسمعه بس بعض الصوت عشان هو ده.
Oh,
تلقيها نيابه عن عائله كتبني، وبنحيي الاحباب، حي الظهور الكبيره، الناس اللي انا في يوم كنت كان عندي يعني ان انا رحت سجلت في وسط الدلتا قناه السادسه، فكان التكييف عالي، ف زي ما تقول ان انا يعني خدت برد تكييف قوي على نفسي عشان اتخلص. فكان منها ان انا جيت في مول السيد العشماوي عشان اقول ما اعرف، وهم قلت ده مش اعجاب، هو حب، لان الاعجاب شيء والحب شيء اخر. فبشكر الجهور الكبرى على هذا الحب الذي سيتأصل ما دمت حيا، وبرحب بيهم في بلدي ان قلت الاولى فعلا، قلت الثانيه فعلا، انا ليا في الاليوبيه بلدين دول يعني من اعز البلاد عندي. بقاش الحكايه حكايه شيخ يحيى حفله قد ما بقت مودة وحب، وأخ بيجي يزور إخوانه، وإخوان بيجوا يشوفوا أخوهم. فالصباح هنا بنرحب بيهم في بلدي الصباح، لأن في صلة ممتدة وبقالي جيل هنا. يعني تصوروا إن أنا في يوم من الأيام في قصة ضحايا الطمع جبت واحدة ومثلت عليها، ضيعت الورد بسم الله ما شاء الله، أصبحت من طالبات الجامعات النابغة، ربنا إن شاء الله يكرمها وتاخد إن شاء الله مددها في كلية اللغات والترجمة. وبنحيي الأستاذ سمير إمام، حاج زكريا، حاج نبيل، والكتاتية كلهم خوفا من انني انسى واحد. وبشكر برضو ابو شريف، برضو اللي كنا عنده ابو شريف نهار فتحة ربنا زيادة اللي هو اكرمنا واتسع فضله لينا. وبشكر الرباعي ابو عثمان اللي دايما وبقول حاجة غريبة، الحب صورة جميلة تجمع الإخوان، صورة جميلة تجمع الإخوان. والنور على جبهتك في كل لحظة.
ملوك السماء والأرض والله كما مرة ملوك السماء والأرض والله كما في ميلادك يا نبي Yeah.
السريع الناس دي سميه يعني حد يسمع محمد عبد الحق ربنا احضر الصعب مفيش عسل والمقدمه يا ابو احمد على حق يا ابو معلش اولاده اشياء في مني وزي الناس الخايبين اللي على شوفنا عليهم من دول مكان كده زمان بيتباع مع كبار الله يقول الواد لابس الشيب ومرسوم على عبيط واللي عامل يكلمه عن القيم ما يعرفش القيم هو لانه ما اتعلمهاش. طب ده دكتور ومحامي ايه يعني؟ البيئه هي اللي بتحكم، الاسره. هو ابن مين؟ من عيله مين؟ اسال عليه. ما تقولش ده اخد دكتوراه واخد نصاب، لا قول ده ابن مين؟ لقيت ابوه راجل طيب اعتقد انه هيبقى طيب. الراجل بقى لما كان عنده بنت اسمها سلمى، ولد اسمه هاني، ولد اسمه بدر. هاني يا ولد، ولد يا هاني، انا عايزك تبقى تتحمل تاخد الرايه من بعد. تعرف تعمل ايه؟ انا عهدتك على حاجات، واللي يخون العهد مش هينجح في حياته ابدا. هما كلمتين مختصرين. شوف شوف شوف، امانة يا ابني كن عادل ما بين الناس، واحفظ عقودي وصن ورعى مصالح الناس، ويوعى يغرك في يوم خطرك ما بين الناس. الملك ده الملك مش ملكنا ولا حتى ملك الناس، الملك للي بعمره سوى كل الناس، ومدام إلهك السماء يرضى عليك يا ابني تنعم بحب الإله وبحب كل الناس.
وابنه غالي هيكون منه. فكروا الناس كده، لكن ابدا. سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام قال له ابن عاصي. ولذلك انه لما فشوف يعني خرج من عرف عاصي ربه، قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. فربنا قال له انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. وفي قراءه اخرى انه عمل غير صالح. عمل غير صالح يعني الراجل لو مسلم وابنه عاصي ومش متبع كلمه تعليم الاسلام ميبقاش منه. هنا بقى نازل واحد بقى عنده اسم مشهور يحب قوي الايه الفزنكه، وحب بقى يعني ايه زي اسمه دوت الجدع اللي هو الممثل ده اللي دايما بيبقى دندول ورا الممثلين في التمثيليات دي، يعني ايه يحب ايه خد ياد يا مشهور يا ولد. خد يا مشهور، سيبك من كلام ابويا وعقد ابويا. اول حاجه ضرب بيها عبد الحائط، عقد ابويا شيخ ايه؟ صدق ايه؟ واصدقاء ايه؟ يا رب نفسي انا عندك تتنمي هنا احلى قصر من الغيبه وتبلغ بقى من الاف ووطن من يجيبوا كل حد زي ايه؟ شباين بقى الحلوة ابنين يا احلى قصور. خليك اخد بالك من الكلام، افرح وعشنا السرور بين الغنى والكاف. لا لا يا مشهور ما تعملش كده، ابويا ما قالوش كده. ابويا قال له امانه يا ابني تكون عادل ما بين الناس واحفظ عهودي وصل ورعى مطالح الناس. العز مع الخمر والملاجي اللي مش هيراعي الناس ده الاخ الصغير اللي هو بدري بقى. لما نجت بدري عن ظلم وعدوان وعن غرور ما بين الناس والسلطان الغرغان
هشام قلت على الدوري كان وطن عظيم ثلاثة للحكم ربنا يوديك السلام ان شاء الله. حاضر من ثاني عشان خاطر ضرايح الموسيقى
وسيدي ابو الريش كده مجهول نادينا ورحت طنطا لقيت البدر ملاقينا
يا رب يا
ومنهم ويا مسعى يا جماعه
Yeah.
وبأن ربنا واحد مفيش تاني، وبأن الأستاذ محمد عبد الهادي كمان، وما نسمعش غير تاني، واللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا صلاة النبي محمد عبد الهادي محمد مصطفى. وتاني آخر فقرة أقولها، تاني يا بابا، تاني يا عالم البحيرة. Oh,
كده وبراحتك وهدي الايقاع شويه وعلى مهلك يا بحر. ثاني الدم يا هاني Thank you.
يلقاها علينا فضيله الاستاذ محمد احمد عبد الهادي. واستراحه قليله ولنا عوده معكم ان شاء الله. بشرى